من أكثر التساؤلات اللي وصلتنا في بريد كوكب التنس كانت عن إصابة رافائيل نادال. كيف هالإصابة حصلت للاعب تنس؟ لا ننسى أن جسم الإنسان راح يشتغل بتناسق. اليد هذه راح تحتاج نقطة تمركز عادة تكون القفص الصدري والعمود الفقري. كثير من العضلات مثل عضلة الصدر الكبرى والصغرى وحتى العضلة المنشارية راح تتأصل من القفص الصدري ثم ترتكز في عظام الترقوة أو في عظام الذراع علشان نقدر ننفذ الحركة اللي احنا نبيها. رافائيل نادال عمل الحركات هذه بتكرار عالي بشدة عالية وكذلك لمدة طويلة. السيمي فاينل كانت هناك رياح عاتية فاللاعب لربما أخطأ التوقيت قليلا وهذا ربما أدى إلى ضعف في العضلة وضعف في التمركز وبالتالي كسر أضعف الحلقات اللي هي الضلع. كذلك المعالج الطبيعي اللي لا ملامة عليه ربما كان عبالة أنها تمزق فمع المساج العنيف ربما فاقم الإصابة. الإصابة راح تحتاج وقت وبالتالي أعتقد حظوظ رافائيل نادال في استرداد لقبه في فرنسا صارت أضعف وأضعف. ما أدري شاركونا آراءكم، هل رافائيل نادال عنده القدرة أن يرجع لمستواه في الوقت المطلوب؟